نرحب بحضراتكم في اخر فقره، وزي ما كنت بنوه قبل الفاصل احنا معانا الفقره دي اللي هي محببه الى يعني قلبي انا وكريم، وفي نفس الوقت ناس كتيره جدا بتطلبها وبتبقى عايزه تسمع كده ونحكي حكايات زمان ونشوف صور زمان، خصوصا ان احنا معانا ضيف دايما لما بيجي لنا بيجيب لنا الاصل من كل حاجه. خلينا نرحب بضيفنا الاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي اللي هنتكلم معاه على نوستالجيا او حكايات عن الاهلي. مساء الخير. مساء الخير. ازاي؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح النور عليك. منور الدنيا. بنسعد جدا كل مره حضرتك بتشرفنا فيها. وبعدين انت ما تتسالش، احنا مجرد نطلق لحضرتك العنان لان انت يعني بالشغف الجميل اللي عندك تجاه التاريخ وخصوصا تاريخ النادي الاهلي، وجايب لنا شويه صور مش قادر اقول لحضراتكم على حلاوتها عامله ازاي. يعني بعد الترحيب بيك المايك معاك. ربنا يخليك. اشكرك. نبتدي من فين؟ انا اشكركم جدا والله، لان القناه محترمه وناس بيهتموا بيا من اول ما باجي من تحت، بيستقبلوني من الضحكه الحلوه جوه، فده اللي بيديني. انت جدير بدايه. ربنا يخليك. انا عايز اقول في 30 ثانيه ان انا بدايتي، عايز اقول ان انا كانوا بيقولوا عليا مؤرخ ارشيف جي، فقلت لهم لا، انا المؤرخ دي كبيره قوي، لازم اكون مؤرخ، اكون حافظ وبتكلم كويس وفاهم ويكون معايا الوثيقه. طبعا انا قبل ما اكون مدير شركه مثلا ارشيف او كده، انا راجل محب للنادي الاهلي وتاريخه، محب لبلدي وسياستها وتاريخها الجميل الفني والسياسي والرياضي في خلال ال 100 سنه. فانا اشكركم، باجي هنا بجيب تاريخ النادي الاهلي ومعاه تاريخ البلد الجميل وزور النادي الاهلي. حضرتك ان انت بتمتعنا بشغفك تجاه التاريخ وبالمعلومات الحلوه والصور الاحلى. أشكركم. اللي بنشوف من خلالها بدايات النادي الاهلي من اول ظهور. عايزين نوعي بقى الناس ايه الاهلي؟ ايه تاريخه العظيم؟ طبعا. ايه دوره الوطني الجميل الرائع؟ اي النادي الاهلي كان سباق في كل حدث وطني في مصر، اي من ايام الغزاه، من ايام ما كان في الانجليز في مصر، ودور الاهلي رائد وموجود على الصفحه. مش كلام من عندي مرسل، لا، ده احنا معانا رائد يعني لسنه 67 وده راجع قبل كده كمان. جميله. كل الاهلاويه هيفتخروا بفريقكم، بفريقهم وتاريخهم العظيم. نبتدي في من فين يا استاذ محمد؟ نبتدي من الحكايه. نبتدي مثلا نقول زمان الناس كانت بتلبس ايه اول فريق، والناس اللي هم اثروا في الحياه في تاريخ النادي الاهلي، ها زي فؤاد انور. هنشوف صوره دلوقتي ازاي الناس في 1915 منظر غير عادي، لعيبه، ها ازاي بعد كده بدايات القرن. الصوره دي، الصوره دي كانوا لعيبه في 1908 او 1900 يعني في الحته دي 1910. لكن الناس دي بعد 20 30 سنه بقوا ايه؟ يعني بداوا ازاي وبقوا ايه؟ منهم احمد فؤاد انور، ده اللي كان جه يوم مسك نادي الاهلي، ها اللي هو بيتوسط مؤقت. ايوه، يمكن الشخصيه دي في تاريخ النادي اللي معروفه في النادي الاهلي في فتره العشرينات والثلاثينات، كان ليه دور بارز جدا. انا جايب الصوره ازاي الناس، ازاي القعده، ازاي الشكل، ازاي الكوره، ازاي اللعيبه. ده ولا ايه يا فندم؟ ده ازاي بقى؟ ده زي انا جايب زي لعيبه الكوره عامه في الوقت دوت، ومنهم شخصيه رياضيه اهلاويه. غير بعد كده هنجيب صور بقى للاهلي. احنا معانا جزء هنخش صور الاهلي بقى. سعد زغلول. نقول بقى سعد زغلول ده حكايه كبيره وعظيمه وليها دور زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. راجل شخصيه، ها يعني اتنفى من مصر مرتين، وقف قدام الايه؟ الطغاه والغزاه. قالوا له، ها قالوا خد ملايين، خد فلوس، في عز ما كانت مصر ما فيهاش فلوس، ده الاستعمار. طبعا. وتنازع مبادئك، تنازل عن بلدك، تنازع عن كرامتك. قال لهم لا، ما كانش عمل كده ما كانش هيبقى سعد زغلول. ده اللي بنقول عليه. طبعا. مهما يمر التاريخ ب 100 سنه بتفضل الذاكره، تبدأ الإنسان العظيم اللي ما باعش لا أرضه ولا وطنه ولا كرامته عشان الفلوس. نروح بعد كده معانا صورة لعبد الخالق ثروت. طبعا جايب لنا برضه قصة. طبعا من الشخصيات الجميلة في تاريخ مصر، وفي شارع باسمه عندنا في وسط البلد. طبعا يعني شارع معروف فيه نقابة الصحفيين ونقابة المحاميين، وقاطع كده جنب شارع فؤاد، من الشخصيات الجميلة اللي أسست الحياة السياسية في مصر. عبود باشا. ده طبعا بقى عبود باشا، وكان جنبه فؤاد سراج الدين. بس عبود باشا بقى من الشخصيات الاقتصاديه البارزه اللي كان ليها دور في نهضه مصر الاقتصاديه العظيمه. طبعا. احنا ليه انا منقي؟ انا قعدت اتكلم عن رموز النادي الاهلي على تاريخها اتكلم شهر. طبعا. لكن النهارده يعني جايب شويه صغيرين كده اتكلم عنهم، ها في تاريخ النادي الاهلي العظيم ده. شخصيه اقتصاديه ساهمت في صعود الاقتصاد المصري في الفتره ديت اللي كان الانجليز مسيطرين عليه. احنا عايزين مره برضو نتكلم عن مؤسسي النادي الاهلي موجودين. يعني اول رئيس. اعتقد دي هتبقى بتهم جدا كل الجمهور، يعني جمهور الاهلي. انا اشكرك حضرتك، دي لمحه جميله جدا، يا ريت نعمل لها ونتكلم بشكل كبير. التاريخ الاهلي عظيم. وكل واحد مسك النادي الاهلي في تاريخه ليه دور مهم، ما كانش اي حد مسك النادي الاهلي.
اللي بيمسك دور سياسي اقتصادي رياضي شخصيه بارزه شخصيه محترمه هو ده النادي الاهلي. تمام. طيب عندنا بعد كده صوره احمد ماهر. احمد ماهر باشا طبعا. تقريبا كان ده من الشخصيات وكان عضو في النادي الاهلي وكان شخصيه بارزه النادي الاهلي. كان هو واخوه كان علي ماهر باشا واحمد ماهر باشا. احمد ماهر باشا كلهم بشوات في المرحله دي طبعا. فاصل جميله برضه كانت راقيه. كل فتره وليها وضعها وليها ناسها. سيد فكري أباظة وعن الوقت ما كلها بشوات. طيب في بقى صورة بعد كده معانا للنادي الأهلي بس زمان، فاحنا عايزينك بقى ايه جايبين صورتين ثلاثة للنادي الأهلي فترات حلوة. العشرينات والثلاثينات والأربعينات. أنا جايب الصور بنوضح للناس الزمان لبس. يعني شوف القمة في الأدب والإحترام والقعدة وإزاي التناسق في القعدات والوقوف وإزاي المسؤول عن النادي وإزاي المدير الإداري وإزاي المدير الفني وإزاي اللعيبة. أنا بأصل من الصور دي حاجات كتيرة طبعا. هي دي كانت سنة كام الصورة دي؟ دي في فترة العشرينات. العشرينات وحاليا في فترة الثلاثينات. يعني في 1923 حصل النادي الأهلي على أول كأس سلطانية. كان لسه الدوري ما بدأش وعايزين بعد كده برضه نتكلم بدايته وازاي الاهلي خده. هو ده احنا يعني في 48 بدايه الدوري العام والاهلي قعد خمس ست سنين ورا بعض ياخد. ما كانش حد باخد بطوله غير النادي الاهلي. طب نروح للصوره اللي بعد كده. دي برضه النادي الاهلي في فتره الثلاثينات وفي زي مختلف في اكتر من زي. انا ملاحظه. وكان في حاجات ظريفه نبقى نتكلم عليها بعد كده. يا سلام بص بقى الشياكه بتاعت زمان والترابيش زي دلوقتي في بدل. طبعا دلوقتي بتلبس البدل والجرافطات. كان زمان برضه في حاجات الترابيش والحاجات الظريف وكلهم دي بيسموها اللي هي بيسموها الايه الصوره الرسميه. كنا زمان في المدارس نلبس زي المدرسه. طبعا النادي الاهلي يعني لا جميله من بداياته. ايوه يعني في كؤوس من اول طبعا في مبادئ. عايزين بقى نقف هنا نبدا بقى نبتدي منين الحكايه زي ما عبد الحليم حافظ الله يرحمه. نقول إذن ازاي ان الاهلي دور مهم جدا. في 67 حصلت المشكله حصلت في مصر ما بين يعني هزيمه ونكسه وكده. فكان الاهلي يعتبر من اوائل النوادي في مصر اللي كانوا بيعلموا ازاي الناس الوطنيه، يعلموا ازاي يبقى ليك دور مهم، انت مش نادي رياضي، لا انت ليك دور وطني مهم. فكان النادي الاهلي يا ريت نجيب الصوره دي تاني اللي فاتت دي كان بيبعت لا الصوره اللي هي الجورنال اول صوره. ايوه شكرا. فهي الاول بيروح للكل يرفه عن قوات الجبهه. يروح النادي الاهلي صالح سليم وفرقته كلها كامله ويروحوا يلعبوا مع فرق من الجبهه. منتخب الجبهه. منتخب يطلع بقى ناس من القوات المسلحه الجيش العظيم كان واقف على الجبهه عشان يحارب وصبروهم وان شاء الله هننتصر وبتاع ويفرجوا عليهم زي ما كان المغنيين يروحوا زمان والفنانين ويغنوا. طبعا. دي نوع من يعني تشجيع ان شاء الله هنكسب وهنعدل الفتره الصعبه دي. دور وطني ودور ايضا انساني. طبعا يعني. هنا كابتن صالح سليم وكابتن شريف مدكور ازاي هنا واقفين. دي صوره من جوه الحدث. دي صوره من جوه الحدث اهي. كل دي عندنا اهي. بص يا دي بقى في الجورنال نفسه. اهي اهي صوره فوق وصوره تحت. يا ريت لو نجيب زوم هنا. الاصل يعني ازاي هنا. بص المنظر ارفعها بس شويه يا استاذ محمد. بص الجمال. انا جايبها من ساعتها. الاهلي ياخدونا يوما كاملا في الجبهه. يا في نفس الفتره. انا ما بتكلمش على حد تاني. ما فيش فرق كانت بتروح. كان النادي الاهلي سباق. يا جماعه احنا هنروح يبقى لازم ندور وطني. احنا مش لعيبه كوره بس. لا ده النادي الاهلي في صور هتيجي دلوقتي غريبه جدا في ملعب النادي الاهلي. انا متاكد ان المعلومه دي جديده على ناس كتير. طبعا كلنا عارفين الدور اللي كتير من الفنانين كانوا بيلعبوه، لكن فكره ان هم يروحوا يعملوا ماتش مباراه ترفيهيه طبعا لجوات الجيش مع منتخب الجبهه دي حاجه وعلى الجبهه. لا على الجبهه مش في حته بعيده. لا على الجبهه قدامنا عدو الناحيه الثانيه واحنا نلعب ماتش هنا ونضحك ونهزر ونفرفش ونلعب عشان ينسوهم ويخليهم يركزوا ويرفعوا رايه مصر. العنوان ده من سنه 67 وبنتكلم عن هنا شباب الاهلي مستعد للمعركه. يا سلام ده ايه بقى الماتش ده. يا سلام على الجمال بقى. يا سلام على الجمال. الدور العظيم. شوفوا ازاي في النادي الاهلي بيجيبوا الناس يعلموهم المقاومه الشعبيه. كان في زمان حاجه اسمها مقاومه شعبيه. طبعاً. ازاي يخلوا الشباب يبقى عنده روح الوطنيه يروح النادي الاهلي ويقول له ايه ودخل عليك تمسك ايديه كده وتجيبه كده ويعلمه النشال يا ده في النادي الاهلي. في النادي الاهلي بالصوره بالورقه بالوثيقه. هتقول اي نادي تاني مع احترام لكل النوادي اكيد كان لهم دور بس كان اقل من ده عمله النادي الاهلي.
الصوره اللي بعد كده فيها عنوان ملفت للنظر، الكلاب تنزل من الهليكوبتر في ارض النادي الاهلي. ايوه كلاب كانت ضمن قوات الجيش اللي كانت بتنزل عشان تعلم. شوف قوات الهليكوبتر بينزلوا تامينات وحاجات، كل ده خاص ازاي الجيش كان مهتم ما بيلاقي مثلا مؤسسه النادي الاهلي بتفتح دراعها وتفتح ملاعبها، ها، وكل ناسها بيخدموا على حاجه واحده هي المعركه. هنحارب، هنقف، لازم نحارب، لازم نتعلم ازاي نقف قدام العدو. هو دور النوادي الوطنيه، مش مكسب وكوره وكؤوس، لا لا لا. اللي بعد كده ده فريق الكره بالاهلي يستعد للدوري. المعركه يمكن مرتبط شويه بالعنوان اللي قريناه قبل الاخير. فكره هنا الاستعدادات برضه، لا وجايب بقى هنا زيارات الجرحى كمان، دي يا سلام تدعيم للي حضرتك بتحكي فيه، تاكيد ليه. ده بص الصوره دي، اشكر اللي هو جاب لنا الصوره تاني، اشكره. هنا جايب البرج بتاع النادي الاهلي وتحتيه شباب مصر، مش شباب الاهلي بس. الاهلي كان بيحتضنهم، يعلمهم الرمايه بالسلاح طبعا. يعلمهم ازاي مدرب على اليمين بيمسك ازاي العدو وتجيب ايديه ورا ظهره وتعمل له حركه مصارعه وبتاع. ما هو دي المقاومه الشعبيه العظيمه اللي مصر في اي وقت اي غدر من اي حد حوالينا هيلاقي الشعب المصري نفس الوقفه دي. والدور النادي الاهلي برده موجود، النادي الاهلي له دور مهم جدا في تاريخ مصر. طيب نروح بقى الصوره اللي كان كريم يتكلم عنها، زياره الجرحى. في فتره اللي هي من 67 ل 73 هي سنه الاستنزاف. دلوقتي هنخش بقى ازاي ابطالنا العظماء الجيش المصري العظيم التاريخ العظيم لما كان بيحارب كان في طبعا مصابين بيخرجوا من الحرب بيروحوا المستشفيات. ازاي النادي الاهلي كان بيبعت ناس من عنده، ها، زي كابتن هاني مصطفى اهو موجود في الصوره، ربنا كابتن هاني مصطفى. وهنشوف صوره ثانيه برضو بيدي سنه 73 برضو 73 و74 اللي هي فتره الجرحى اللي كانوا او نجوم الرياضه في خدمة أبطال المعارك، أبطال القوات المسلحة. هنشوف صورة تانية إن شاء الله بعد ديت معاهم الكابتن إبراهيم عبد الصمد ربنا يديله الصحة. هنا بقى يا سلام الصورة دي أصلية وجميلة جدا، يا سلام على الروح. اللعيبة واقفة بكل كده احترام، ها، للجندي المصري العظيم اللي بيحارب بروحه عشان يفدي مصر. شوف النادي الأهلي ليه دور مهم إزاي في الحرب، في الانكسار، في الهزيمة. هي مش بس كدور، كمان في رسالة بتتبعت لكل الجمهور، جمهور الأهلي، إن لما أنا أكون لاعب وبمثل هذا النادي اللي دايماً بنقول عليه نادي الأخلاق، أنا اللعيبة بتوعي بالأخلاق دي أو بالدور ده في المجتمع، فأكيد ده بينعكس إيجابي جداً للشباب كمان وجمهور الأهلي، للشباب المختلف إن هو بقى عندهم هذه الروح أيضاً. طبعاً ما هو ليها انعكاسات كتيرة. رمز يا أستاذة طبعاً، وإحنا بناخد من الرمز، إذا كان الرمز ده مش كويس احنا نطلع مش كويسين. لو رمز كويس وعلمنا يعني ايه مبادئ وعلمنا قيم وعلمنا تاريخ يعني وطنيه وارجع. ما اي واحد بيجي يمسك النادي الاهلي مع احترام لكل الناس ما بيقولش يا جماعه النادي، لا اقروا التاريخ، انا مش هتكلم، اقروا التاريخ بيقول ايه. هما بيقول ان الاهلي ليه دور وطني، يعني ما فيش اي مبالغه باي حال من الاحوال في الكلمه دي او الجمله دي طبعًا. ومن قديم الازل كمان من ثوره 19 ساعه احنا كنا على ساعه ليه قلنا دوره. وانا ليه قلت على حته ان ممكن واحد يبيع القضيه يقول لك يا عم الفلوس اهم من اي حاجه، هي فلوس هتعيشني، لا وفين سعد زغلول؟ فين الفلوس دلوقتي؟ لكن رمز مصر سعد زغلول، الوحده الوطنيه، ها، الهلال المعاصري، حاجات جميله بترتبط بيه. فده التاريخ العظيم للنادي الاهلي مهما نقول. ده احنا نتكلم شهور، نتكلم من 1907 لغايه دلوقتي 113 سنه، تاريخ عظيم، تاريخ مش احنا اللي بنقوله، الاوراق والوثيقه اللي بتتكلم عنه من مجله من جورنان من صوره فوتوغرافيه، مهما نقول هو التاريخ اللي بيتكلم. بس شايف ان الصور بقى خدت منعطف تاني ودخلنا بمراحل زمنيه بقى ايه قريبه من اللي احنا انا فيه. ارجوك انا بقى دي احنا طبعا بنحب السيما اكيد، والسيما ليها ارتباط بالفن وبالرياضه طبعا. كل حاجه مرتبطه ببعضها. يعني هتلاقيهم ظهروا في وقت بعض في العشرينات، السينما الناطقه بعد ما كانت صامته، ها، وفي العشرينات بدات البطولات تظهر النادي الاهلي والفرق الاخرى، ها. فعايزين نتكلم، انا دلوقتي ما بخش سيما زمان مش بلاقي مثلا ثلاث افلام، فيلم مكسر الدنيا محطوط فوق الوش كده كله بيخشوا، وفيلمين واقعين بيحاولوا باي طريقه بيسندوا عليه عايزين يطلعوا له مش عارفين. ما هم دي حدودهم، دي امكانياتهم، ده وضعهم. أنا آسف يعني طيب. أنا أحب أتكلم تاريخ. أول فيلم وده لازم نقول طيب. الفن مع الرياضة، يا رب الناس تفهم يعني. ده حاجة اسمها إيه؟ البطل. أنا ماليش دعوة بتاع مين ولا إنتاج مين ولا بطل مين. ولا أنا عايز أقول إن البطل ومعروف البطل بيبقى فوق نمرة واحد. الناس كلها ده البطل، نخش فيلم البطل، يلا على البطل، هو البطل مش غيره. طبعًا الله، ده في فيلمين تانيين واقعين عاملين يطلعوا وينزلوا عايزين يحققوا البطل مش عارفين،
يحاولوا يوقعوا فيه باي طريقه البطله. مفيش. فيجي بعديه فيلم اسمه ايه؟ زازا. زازا ولا ضاضا؟ اسمه ايه؟ زازا. انا اسف. نجم الكوميديا هاني رمزي. زازا. ها؟ انا مش برضو جايب فن يعني. زازا ده مش جايب انا بطل معين او انتاج معين. انا عايز اقول اكيد في قصه وفي سبب وهدف اللي انت جايب دول. آه. يعني. البطل اهو النادي الاهلي. اه والحق. الفيلم الثالث ما نساهوش. ما موجود. ده فيلم مين؟ نجم عادل امام مرجان احمد مرجان. ده فيلم مين؟ مرجان احمد مرجان. احمد مرجان. طب احنا ما بنتكلمش على حد، احنا بنتكلم على التاريخ. السينما داخل سيما بنقي البطل نمره واحد، نمره اتنين تحت زازا، ونمره ثلاثه كده ايه؟ يعني مرجان احمد مرجان. من خلال الافيشات دي بتاكد وبترسخ لفكره ان البطل بطل بطل، وهو اللي بيبقى دايما فوق. نمره واحد. كل بقى الافلام اي فيلم كده يقول لك الحد البطل ده مش كويس، ده لا ده الفيلم ده عاملين انتاج مش شغال. بمناسبه الكلام عن السينما، من احلى الافلام الكوميديه اللي اتعملت فيها ربط صريح ما بين كره القدم والسينما، انا شخصيا بعشق الفيلم ده، فيلم 4-2-4. والله والله رهيب. والله يا كابتن، والله يا استاذ كريم، والله يا استاذ نهاوند، امبارح كنت انا في المكتب عندي، انا جبت الحاجات دي مش بالم على حد ولا عايز حاجه، لا لا ابدا. انا عندي تاريخ السينما في 100 سنه، عندي اكتر من حوالي 5000 افيش تاريخ السينما المصريه، فبيقابلني الفاظ واسماء افلام جميله وحلوه بتمشي مع الواقع اللي احنا عايشين فيه. فقلت الله، طب ما نعمل فكره الكوره بتاع زمان، فيلم 4-2-4 لسه مطلعه امبارح، وفيلم الحريف عادل امام، ها ويا رب ولد، افلام كتيره جدا، وافلام من كحلاوي زمان، ها وافلام كتيره جدا فيها نجوم الرياضه. نعم. سلام النابلسي كان ليه فيلم من الافلام لعب فيه كوره، لعب فيه كوره كتير جدا. انا ده عامله، وان شاء الله في نصيب هعمل حلقه ازاي الرياضه كانت بتخدم على الفن، بتخدم على السياسه، بتخدم على الاجتماعيات. نقرا السينما حضاره وتاريخ، برضه الرياضه جميله. لما بنرجع لتاريخ النادي الاهلي، ها او اي فرقه محترمه، احترام لكل الناس، ها وليهم دور تاريخي ودور رائد. ده حتى ده بص حضرتك، ها في 77 78 كنا عملنا معاهده السلام اللي سابانا الناس كلها، وعملنا للعالم كله يا جماعه لازم معاهده السلام، ها ونجيب حق الايه الناس اللي ضيعوا ارضها. قالوا لنا ان احنا وحشين وعملوا دول الرفض والحاجات دي كلها تاريخ، واخد بالك ازاي؟ الاهلي عمل ماتش مهرجان اسمه ايه؟ الاحتفال بالسلام. وكان الاهلي فيه حاجه حلوه، يروح دمنهور، يروح بنها، يروح اماكن كثيره، البلد كلها تخرج تحتفل بالنادي الاهلي. النادي الجاي يحتفل بمصر وباهل المكان ده. فعايزين احنا هنا بنقدم رساله للناس جميله فيها تنور. يا جماعه النادي الاهلي تاريخ مش كوره بس. طيب انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، احنا عارفين والناس كلها خلاص يعني عارفه ان حضرتك هتبقى معانا كل فتره، لان احنا حقيقي بنستمتع، والناس هي اللي بتطلب كمان الفقره دي. عايزين الوعد من حضرتك ان المره الجايه ان شاء الله لما تشرفنا احنا عايزين نخش بقى اكتر، مش فكره صور بس. احنا عايزين مؤسسي النادي الاهلي، عايزين نرجع كده من البدايه. الجمهور هيبقى حابب جدا من وجهه نظري الموضوع ده، فعايزين نعرف المؤسسين وابتدى الموضوع ازاي والتحديات اللي تم مواجهتها في البدايه. يعني من ايه راي حضرتك؟ من اول بطوله والناس اللي هم الناس المحترمين مسكوا النادي الاهلي من بدايته الى الان، ده موجود بالصور ونبذ عن حياتهم. طيب وكل حاجه. ما تحرمناش بالكلام ده. انا عامل حاجه جميله قوي يعني بالورق ده، ان جت تاريخ النادي الاهلي حتى تشكيل الفريق اللي لعب من 1923 الى الان. اي ماتش في اي بطوله بره مصر، افريقيا، عربيا، اسيويا، ها جوه مصر، عامل له فايل. لا هنسعد مع حضرتك اكيد بكل الحاجات دي. ده احنا محتاجينه، وعايزين نعمل برضو فقره ثانيه بنتكلم فيها عن ابرز الكواليس اللي كانت موجوده في الماتشات المختلفه على مدار السنين. يعني مش بس ان الماتش هنتكلم عنه، لا احنا عايزين الكواليس، وانا متاكده ان حضرتك عندك كواليس. الكواليس. وعلى فكره انا بامانه يعني انا بجيب الحاجه اللي ممكن ما طلعتش قبل كده، وتملي اشيل كده الورق وبترابه وبتاع اجيبه عشان ابين رساله للناس المحترمين متابعينا، ان احنا ما بنجيبش حاجه من على النت، احنا بنجيب حاجات الاصليه. يبقى احنا كده مقنعين للناس المحترمه. وانا ممكن قبل ما نختم هات اوريهم الجورنال، يعني ده يعني ده دي نسخه علامات الزمن، يمكن باينه لحضراتكم جدا. بنتكلم من ده 15/3 تحديدا 1900 كام؟ 72. ف لو في حاجات من الستينات كمان كانت معايا. انا عايز استاذ كريم يقول لي الناس الورقه نفسها، يعني واضح جدا ان هي. لا انا عايز حضرتك تقرا مين ده. طبعا مين ده عشان الاهلاويه يعرفوا النادي الملعب مختار التتش مسمى عليه. شوف الراجل لما توفى ازاي الناس بتكرمه. مختار التتش
اللي معاه بلد التاتش بس. انا استغربت ان انا اول حاجه عملتها شميت الورق. طبعا انا اشرح لنا بقى في اللقاء اللي جاي ان شاء الله ريحه وعبق التاريخ اللي موجوده في الورق ده بتكون عامله ازاي. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا كالعاده واسعدتنا، وان شاء الله نلتقي معاك مره ثانيه عن قريب قريب ان شاء الله، ونجهز الحاجات دي زي ما اتفقنا. اشكركم جدا ان كنتوا بتدوني فرصه اعرض الحاجه الناس تشوفها. هي مش فرصه محكومين بس بفتره زي فتره زمنيه للاسف. أيوة. بس ان شاء الله بقى هنعوضها بقى، انت هتكون معانا يعني اكيد في لقاءات جايه. شرف ليا اكون في قناه. ربنا يخليك. طيب شكرا ليك يا فندم.